فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض بلاد الكفار وعندما يحتفلون بأعيادهم في بعض بلاد الكفار وعندما يحتفلون بأعيادهم فإنهم يطبخون طعاما ثم يقدمون ذلك الطعام إلى المسلمين، هل يجوز أن نتناول هذا الطعام؟ لا، لأن هذا مصنوع لعيد الكفار، وأنت إذا أكلت منه وافقتهم وشجعتهم على هذا الشيء. نعم.